ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. القرضاوي يطعن في الله سبحانه وتعالى، وده مقطع سمعوه كثير من الناس لما جاءت الانتخابات تحت اليهود، فقال إنه حكام العرب وقولوا جبنا 99.99% من الأصوات، قال النسبة دي لو الله ذاته عرض نفسه للعباد ما بيجيبها، قال، وده كفر كما بيّن الشيخ ابن عثيمين وغيره. مقطع رقم 11. أحب أن أقول كلمة عن مسائل الانتخابات الإسرائيلية. العرب كانوا معلقين كل آمالهم على نجاح بيريش، وقد سقط بيريش، وهذا مما نحمده في إسرائيل. نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد، وهذا مما نحمده في إسرائيل. نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد، من أجل مجموعة قليلة يسقط واحد، والشعب هو الذي يحكم. ليس هناك التسعات الأربع أو التسعات الخمس التي نعرفها في بلادنا، 99.99% ما هذا؟ لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة، لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة، ما هذا؟ لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة. رجل كان يتكلم عن انتخابات في إحدى الدول، وذكر أن رجلا حصل على نسبة 99%، ثم قال معلقا: لو أن الله عرض نفسه على الناس لما أخذ هذه النسبة. أعوذ بالله، هذا يجب عليه أن يتوب من هذا، وإلا فهو مرتد، لأنه جعل المخلوق أعلى من الخالق. فعليه أن يتوب إلى الله، فإن تاب فالله يقبل التوبة عن عباده، وإلا وجب على ولاة الأمور أن يضربوا عنق الله. وطبعا لاحظ الصور دي احنا دمجنا لك، دي صور القرضاوي دمجنا لك في المقطع حقه، ودي صور حقته حقيقيه اليهود بيكرموا فيه، الحاخامات والزعماء بتاعنا اليهود بيكرموا فيه، لانه علاقته حميمه جدا باليهود. وكذا كل الاخوان المسلمين زعماءهم اصلا شغالين مع اليهود. والربيع العربي السوداء ده هو تخطيط اليهود وتنفيذ جماعه الاخوان المسلمين. فالمدير الإداري اليهود للربيع العربي، والمدير التنفيذي للربيع العربي هم حزب الإخوان المسلمين في الوطن الإسلامي والعربي. ليه ما في ربيع هناك يهودي؟ ليه ما حصل له مظاهرات؟ ليه ما حصل في الوقت داك بتاع الربيع العربي ربيع أمريكي؟ ليه؟ ليه ما حصل ربيع فرنسي؟ ما أسألوا نفسكم. ليه ما حصل ربيع بريطاني؟ ليه ما حصل ربيع إيطالي؟ ليه؟ لأنه هم الخططوا وديل نفذوا. حتى يجي الإخوان ذاك قال: أنا ما عندي مشكلة لو مات 3 مليون مسلم من أجل أن تنجح الثورة عشان يجي يحكم هو. فده الناس خونة، ناس لئام، والله أنا قدر ما أوصفهم بأسوأ وأبشع الألفاظ فهم أبشع من أبشع وأسوأ الألفاظ. ما في جماعة شوهت الإسلام ودمرت المسلمين، يا أخي دمروا سوريا، دمروا العراق، دمروا اليمن، دمروا ليبيا، فتنوا السودانيين، دمروا مصر. ما في جماعة دمرت المسلمين وشوهت الإسلام أبدا على الإطلاق مثل جماعة الأخوان المسلمين.